خطيئة الغضب. مها أحمد عندها خطيئة الغضب، بتغضبي؟ طبعا. لما بتزعلي كمان ممكن بتغلطي، بتغضبي، بتغلطي في الناس، ممكن بتضايقيهم بكلامك. بصي، أنا برج السرطان، ومعروف عنه إن هو رومانسي وحالم وجدع وفي كل الحاجات الجميلة، وإن هو بيدي فرصة مرة والتانية والتالتة، يعني بيتحمل وبيجي زي ما بيقولوا الناحية، خلاص خلصت، خلصت، بنساكي، ما بشوفكيش بعد كده. طيب، خطيئة الغضب خسرتك أحمد السقا وأمير كرارة بصراحة؟ أبدا، بالعكس، ده احنا علاقتنا زادت أكتر برضو. اللي الناس ما تعرفوش، أنا ويمكن أول مرة بطلع في برنامج وبقولها، أنا ما كنتش قصدة إن أنا أزعل أحمد أو أزعل أمير. الاثنين أنت معاكي فارس السينما المصرية ومعاكي نجم النجوم، ده دلوقتي بتقولي كده، أياميها ما كنتيش بتقولي كده. لا لا، كنت بقول، كنت متضايقة منهم. لا بس ما قلتش عليهم، ما يعني ما قللتش منهم خالص، بالعكس. بصي، أحمد السقا لو أنا معاكي دلوقتي وداخلة لقاء أو بعمل حاجة أو موجودة في مكان ولابسة فستان قصير شوية، رغم إن مجدي ما بينزلنيش لما بيفليني زي ما بيقولوا، لو أحمد شاف حاجة مش عاجباه في مها ممكن يروح زقيقني، يتغطي، يرفع سماعة التليفون، يكلم مجدي يقول له أنا شفتها عاملة كذا وكذا. شوفي إحنا واصلين العلاقة لإيه. أنا في التوقيت ده كان بعد شحن كتير قوي قوي قوي، من ان انا كنت تعبانة نفسيا من ضغوطات كتيرة جدا، وده ما يمنعش ان انا لما اشوف صاحبي مش في احسن حالاته ان انا عاتبه، بس الغلطة اللي انا غلطتها ان انا ما عاتبتوش وجه لوجه. مش في احسن حالاته لما كان عنده مشكلة بسبب المسلسل اللي نزله، حصلت له مشكلة. بالظبط، فانتي عاتبتيه في الوقت ده. وفي حاجة تانية برضه عايز الفت نظرك ليها، ان انا ما كنتش ولا مترشحة في المسلسل ده، ولا كنت عايزه اشتغل في المسلسل، ولا حاجه خالص من اللي الناس قالتها. عاتبتي امير كراره كتير. على السوشيال ميديا، العتاب بيكون على السوشيال ميديا. ما انا هقول لك، انت ممكن تعاتبيه بينك وبينه. بصي بقى، وهتصدقيني صدقيني، مش هتصدقيني برضو، دي لا حاجه هصدقك في اي حاجه هتقوليها. واللي عايز يصدق من الناس يصدق، واللي مش عايز هو حر. انا مش فارق معايا، لان انا واثقه من اللي انا بقوله. انا ايامها ما كانش عندي درايه بجبروت السوشيال ميديا، ما كانش عندي درايه بحته ان انا ممكن لما اقول حاجه تاثيرها، ايوه، او ان انا لما اقول حاجه تطلع ترند، او ان انا لما اشتكي من حاجه على السوشيال ميديا الناس كلها تمسك فيها وتقطع في لحمي زي ما عملوا خلاص، او بعض الناس مش الناس كلها. فانا ما كنتش على درايه بدي. اللي حصل ان انا كنت قاعده في البيت عادي، وبعدين انا بدخل الفيسبوك، انا ما كنتش من الناس برضو اللي عليه على طول، لدرجه ان كان في اكونتات فيك كتير قوي باسمي وصفحات كتير قوي باسمي كنت ما تعرفيش، فاضطريت ان انا اعمل اكونت عشان شفت الناس بتعمل كده. فعملت. فانا كان استخدامي للسوشيال ميديا ما كانش صح. فانا قاعده مع نفسي بالليل ومجدي نايم والدنيا هص هص والجو حلو خالص، وعارفه الحاجات اللي بيقولوا عليها دي. فقاعده بفضفض، بس انا كاني ساقه قدامي، ما تخيلتش مدى خطوره ان انا ممكن اكتب حاجه تقلب الدنيا. اقسم بالله وحياه ابني، شوفي بقى ربنا وابني، ان انا كتبت ده، نمت، قمت من النوم لقيت الدنيا كلها مقلوبه عليا، وان انا ترند تويتر وترند مش عارف مين، وايه هو انا ما كانش ليا في الترند ده خالص. انت حسيتي ان انت غلطتي لما كتبتي كده عن امير واحمد؟ غلطتي؟ بصي، حتة ان انا عاتب وان اللي انا كتبته ده حصل، هو حصل، لكن الغلطة في ان انت ما كنتيش مستوعبة قد ايه ان السوشيال ميديا فيها اعداء اكتر، او ناس بتكرهك اكتر ما ناس بتحبك. تواصل معاكي بعد كده امير احمد السقا؟ امير كرارة اليوم تواصلوا معاكي لغاية النهاردة وتصالحته؟ احنا ما كناش متخاصمين عشان الصالح، ما هي الناس موهومه.